قصر الحديث عن زوجة الفنان أشرف عبد الباقي في الأيام الأخيرة، خاصة بعد أن حل ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني في إحدى البرامج التلفزيونية، وكشف أنه تزوج مرتين. المرة الأولى كانت من السيدة أمان نور الدين بعد قصة حب، لأنه لا يحبذ الزواج التقليدي، لكن زواجهما لم يستمر طويلا ووقع الطلاق بعد عامين. حاليا زوجته هي السيدة نادية حسب الله القفراوي، ابنة الراحل حسب الله القفراوي وزير الإسكان والتعمير السابق في حكومة الرئيس السابق محمد حسني مبارك. تعرف عليها عن طريق صديقة مشتركة، حيث حضرت معها لحضور إحدى عروض المسرحية. أعجبت السيدة نادية بأداء عبد الباقي على المسرح فأشادت به بعد العرض. تم التعارف بينهما وتحول مع الأيام لارتباط عاطفي، ثم زواج مستمر منذ أكثر من 25 عاما. ارتدت السيدة نادية حسب الله القفراوي الحجاب لسنين طويلة، وتفاجأ الجميع بأنها خلعته وقد ظهرت لأول مرة بشكل علني من دونه في حفل زفاف نجمي مسرح مصر حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح. وفاة والد زوجة الفنان أشرف عبد الباقي حسب الله القفراوي وزير الإسكان الأسبق، أعلن المهندس عبد العزيز القفراوي منذ قليل وفاة والده حسب الله القفراوي وزير الإسكان الأسبق. وكتب القفراوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: توفي إلى رحمة الله تعالى المهندس حسب الله القفراوي، أوصيكم بالدعاء. وزير الإسكان في عهد مبارك الشقة كانت ب6000 جنيه، والسادات قال لي كلمة مستحيل أنساها. في تصريحات أطلقها حسب الله القفراوي وزير الإسكان في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأكد فيها بأن رئيس الجمهورية هو من يرسم السياسة العليا والخطوط الرئيسية للدولة، مشددا على كونه عندما كان يتم بناء مدينة جديدة كان رئيس الجمهورية هو من يحدد سعر المتر فيها. وروى المهندس حسب الله القفراوي واقعة حدثت بالفعل بينه وبين الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقال فيها: عندما بدأ تنفيذ مدينة العاشر من رمضان، الرئيس السادات طالب بعقد اجتماع عاجل بينه وبيني، وكذلك مع ممدوح سالم رئيس الوزراء وقتها، وحضر الاجتماع كذلك نائب الرئيس وقتها محمد حسني مبارك، وقال بالحرف الواحد: هنبيع المتر ب50 قرش. فقلت له: يا رئيس، المتر بيتكلف 14 جنيه ترفيق. قال لي: 50 قرش يا كفراوي. وأكمل الكفراوي حديثه قائلا: وقتها اتصلت برئيس بنك مصر ورئيس البنك الأهلي من أجل عمل إعلان عن 1,000,000 متر، وبعدها بأسبوع وصل الحجز ل 18,000,000 متر، وذلك بسبب كون المتر ب50 قرش فقط. وقتها قلت في بالي: يا خبر اسود. وذهب إلى الرئيس السادات من أجل إخباره بهذه المشكلة، ولكن رد السادات كان مفاجأة لم يستطع الزمن أن يمحيها من ذهن المهندس حسب الله القفراوي، والذي أكمل حديثه قائلا: السادات قال لي: مبروك يا قفراوي، الولاد اللي ببعتهم سينا، إذا ملقاش حتة أرض يسكن فيها وأرض يشتغل فيها وأرض يدفن فيها، يبقى الولاء للبلد ليه يا قفراوي؟ هذا حق الوطن. القفراوي الشقة دلوقتي وصلت 230,000 جنيه، وبنخسر فيها ملايين. أبناء المهندس حسب الله القفراوي، ظل أبناء المهندس حسب الله القفراوي الوزير الأسبق بجانب والدهم أثناء معاناته وصراعه مع المرض لسنوات، فكانوا رافضين أي مساعدات من قبل الدولة. ولد المهندس حسب الله القفراوي 3 أبناء من الذكور، وابنة واحدة هي زوجة للفنان أشرف عبد الباقي، وأولادهم عبد العزيز حسب الله القفراوي وعبد الحميد حسب الله القفراوي ومحمد حسب الله القفراوي ونادية حسب الله القفراوي. ويذكر أن نجل الوزير الأسبق المهندس عبد العزيز القفراوي لم يعلن عن مكان إقامة جنازة والده حسب الله القفراوي. أما عن زوج ابنته الفنان أشرف عبد الباقي، أشرف أحمد عادل عبد الباقي الشهير بأشرف عبد الباقي، من مواليد 11 سبتمبر عام 1963 في منطقة شبرا بالعاصمة المصرية القاهرة، أي إنه يبلغ حاليا 58 عاما. بدأ العمل مع والده في سن 12، حيث كان يمتلك ورشة للديكور، وكان أول راتب يحصل عليه ربع جنيه مصري. وعندما بلغ 18 عاما
أنشأ ورشته الخاصة التي ضمت 33 عاملا كان مسؤولا عنهم جميعا. كان محبا للفن في سن صغيرة، وبدأ نشاطه الفني منذ أن كان طفلا مع فرق الهواة. وعندما حصل على شهادة الثانوية العامة التحق بكلية التجارة جامعة عين شمس، وانضم للفرقة المسرحية الخاصة بالجامعة، وقدم معها عددا من العروض. عرف عن أشرف عبد الباقي تعلقه الشديد بوالده، لذلك كان عام 2003 هو العام الأسوأ في حياته، حيث فقد فيه والده أولا، ثم صديقه المقرب الشاعر مجدي كامل، ثم صديقه الفنان الراحل علاء ولي الدين. فكان أول من عرف بوفاته في الوسط الفني وحضر جميع إجراءات دفنه أبناء الفنان أشرف عبد الباقي. أنجب الفنان أشرف عبد الباقي من الزيجة الأولى ابنا واحدا اسمه أحمد، ويبلغ من العمر 27 عاما، ويعيش مع والدته بحسب ما صرح في إحدى البرامج، مؤكدا أن العلاقة بينه وبين زوجته السابقة علاقة جيدة. أما زوجة أشرف عبد الباقي الحالية فهي السيدة نادية حسب الله الكفراوي، فقد أنجب منها 3 بنات هن هدى ونور وزينة. أكبرهن هدى وتبلغ من العمر 25 عاما، درست علوم إنسان في الجامعة الأمريكية، ثم درست الطبخ لأنها شغوفة به،